سريعا من العالميه وكمان اخبار محترفين، هنروح معاكم لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم اللي قالوا نجوم الكوره سواء محليا او عالميا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بيهم. هنبتدي مع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي نشر على تويتر فيديو للحظات توقيع عقد رعاية شركة بريزنتيشن سبورتس للنادي الأهلي، وكتب: وبطال فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. كمان نشر طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تويتر صورة من توقيع عقود الرعاية، وكتب: نادي قرن وعقد رعاية على الأهلي دايما كبير. كمان كتب محمد الضماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على صفحته على الفيسبوك: في أقل من شهر اعتماد لائحة النادي الأهلي لضمان استقلالية الجمعية العمومية، جديد من شركة أمرو العالمية، وأخيرا توقيع عقد رعاية جديد بقيمة أعلى أو بقيمة أعلى مع شركة بريزنتيشن، لن ننجرف لمعارك جانبية تعطل مسيرة النادي. كمان نشر مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بوست قديم ليه على صفحته على الفيسبوك، وعلق عليه وقال: نقول تاني وتالت الفخر لكل من ارتبط اسمه بالنادي الأهلي، سواء شركة راعية أو ماركة عالمية أو وكالة إعلانية، الأهلي هو من يضيف للحدث رونقه. كمان نشر محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صور من المؤتمر على تويتر: يوم ناجح وموفق ونتاج جهد سابق في حب الأهلي، شكرا شركة بريزنتيشن سبورتس المحترمة، وإن شاء الله تعاقد مفيد ومحترم مستقبلا للطرفين. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك: هكذا نصنع الفارق ونكتب التاريخ، أعلى عقد رعاية وشركة عالمية لملابس قطاع الكرة، وهذه مجرد بداية لأن الأهلي الكبير يظل المصرية والترس الأهم في منظومة صناعة الرياضة المصرية، الكبير لا يقترن اسمه إلا بالكبار، هنا الأهلي نادي القرن الأفريقي. محمد كامل، رئيس شركة بريزنت، أو صور من المؤتمر امبارح على صفحته على تويتر، وكتب: هو في أحلى من كده؟ كمان كابتن زكريا ناصف، نجم النادي الأهلي السابق، على تويتر كتب: فرع جديد للأهلي، قرر رائحة النظام الأساسي، أمره العالمية، راعي ملابس الفرق الرياضية، بريزنتيشن سبورتس الراعي الجديد للنادي الأهلي، الأزمات والتحديات تتحول لإنجازات وبطولات بفضل أعضائه وجماهيره، ومن يخدم الأهلي في أي وقت أو أي منصب إنها موروثات ومن الصعب. نشر كابتن أحمد شوبير على تويتر صورة لرئيس شركة بريزنتيشن سبورتس وهو بيبوس رأس كابتن محمود الخطيب بعد ما وقع عقد الرعاية، وكتب: يبقى الحب والتقدير لرئيس النادي الأهلي كابتن محمود مع الجميع. كمان كتب اسلام الشاطر، نجم النادي الاهلي السابق، على تويتر: الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، عقد الرعايه الجديد ليظل دائما الاهلي فوق الجميع، وطبعا مبروك لمحمد كاكيتو الكبيره، وكامل كان بيعيط من الضغط اللي كان عليه في الفتره اللي فاتت، الف مبروك يا كامل، تستاهل رعايه النادي الاهلي. كمان كتب اسامه حسني، نجم النادي الاهلي السابق، على تويتر: اتعاقد مع بريزنتيشن، الاهلي كبير قوي. نروح بقى لشريف اكرامي، ونشر صوره على الانستغرام ضمن حملة توعية بالحفاظ على المياه في مصر، وكتب تصريح لوزير الري والموارد اللي قال في مصر تعاني من عجز سنوي يقدر ب 21 مليار متر مكعب بين إنتاج المياه واستهلاكها. وعن محترفينا في الخارج، على أو نشرت الصفحة الرسمية لنادي قاسم باشا التركي على تويتر صورة ليه، وكتبت: الجماهير تختار تريزيجي رجل لمباراة أكسيهار سبور، كان قاسم باشا فاز على اكسي 5-0 وتألق تريزيجي في المباراة وأحرز هدف وصنع هدف تاني. عالميا بقى، احتفلت الصفحة الرسمية لنادي أرسنال الإنجليزي على الانستغرام بعيد ميلاد أرسن فينجر المدير الفني السابق للفريق، ونشرت صورة لي وعلقت عليها وقالت: عيد ميلاد سعيد أرسن فينجر. كمان مانشستر يونايتد صورة على الانستغرام وعلق عليها وقال: فخور دايما بفريقي. كمان احتفلت صفحة ريال مدريد على الانستغرام بالمباراة رقم 400 لقائد الفرق أو في الدوري الأسباني، ونشرت فيديو كتبت: سيرخيو راموس 400 مباراة في الليجا، 14 موسم، 270 انتصار، 55 هدف. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني.
كمان نشرت صفحة برشلونة على انستغرام فيديو للقطات من المباراة الأخيرة قصاد إشبيليا، وكتبت الفوز الذي وضعنا على قمة الدوري الأسباني. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. Beats him easily, cuts inside near the edge of the area, looks for Suárez. Suárez drops off for Messi. Messi through to Coutinho. It's a goal. Messi advancing on the area onto his left foot, shoots into Mané. No pita nada el referee, la caída de Messi, se duele del ojo que llama, llama el árbitro inmediatamente al médico. Suárez, oh, it's not down, penalty, it's in, Adura Ter Stegen, Adura Ter Stegen. ونروح معاكم للأرجنتين، وحرص عدد من اللعيبة ان هم يهنوا امهاتهم بالمناسبة دي. نشر سيرخيو أجويرو نجم مان سيتي صورة مع والدته على تويتر وكتب يوم سعيد يا امي بحبك. كمان نشر أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان على صفحته على انستغرام صور لزوجته ومامته كمان، وكتب لأفضل والدتين في العالم، الأولى ربتني وأحطتني بحب كبير وعلمتني أفضل القيم، والتانية بتربي بناتنا بطريقة فيها حب حياتي وبحبكم. كمان باولو ديبالا نجم اليوفنتوس نشر صورة مع مامته على تويتر وكتب عيد سعيد لمن منحونا كل شيء خصوصا أنا، عيد ميلاد سعيد يا أمي.